الآن نرتاح شوية، عندي سالفة صغيرونة ودي أخليكم تشوفونها وتشاهدونها، وهذه السالفة بين أمينتين، المرحومة أمينة مزايد والفنانة المذيعة الشهيرة الحبوبة أمينة الشراح، فهم قاعدين يسولفون مع بعض ونشوف ماذا يقولون في سالفتهم. نتابع هذه السالفة اللطيفة ولنا تعليق بعدها إن شاء الله. الفن الشعبي روح الكويت، كل وقت عرس أفراح غيره. الفن الشعبي أساس للناس للأرض. نظرة أعزائي للفن الشعبي مع فنانتنا أمينة أم سعيد. يا هلا فيك أم أمينة. يا هلا أم أمينة، أبيش تقولين لي شلون صارت الفرقة مالتك؟ والله يا بنتي الفرقة أول أهلي مع الجماز، فرقة الجماز، من عقب الجماز خالتي وياهم، والله خذوا سنين مع الجماز، خذوا بعصر بين مشاجر فرضت خالتي من الجماز، ظلت فرقتها، حطت لها فرقة بروحها، فرقتها بروحها، فرقتها فرقتها، أنا ولا وين فرقت عيدة بنت نصر، فرقت عيدة بنت نصر، حنا وياها، تالي انتقلت لرحمة الله وأنا لزمت مكان الفرقة. أول فرقة شعبية عندنا من فرقتها كانت؟ أول فرقة شعبية، أول فرقة شعبية الجماز والمهنة وواحدة اسمها يعني ما لحقنا عليها وريدة مدوريدة تاجب، هذه والله الله يرحمها سعادة البريتشي، إيه سعادة من تاري من عقب المهنة، من عقب الله يرحمها هدية المهنة، من عقب هدية الله يرحمها زمتها سعادة. يما أمينة، الفن الشعبي يبي اهتمام، شنو شكل الاهتمام اللي يتبونه اللي طالبون فيه؟ احنا والله يا بنت نطالب في فن الشعبي، نطالب فيه ونبي انهم يستهمون على فن الشعبي هاللي ضايع، ما حد عارف شنو قادره، كل قام يلعب فيه. شلون يعني كل قام؟ ما ادري يا بنتي، كل قام يلعب فيه وهذه وضلينا احنا حماكم، يعني كل واحد سوى فرقه يقول انا عندي فرقه شعبيه، عندي فرقه شعبيه. الحين لا تشوفني يا بنتي، كل واحد قام قال عندي فرقه شعبيه، كل واحد قام قال عندي فرقه شعبيه، اي فرقه شعبيه؟ لكن احنا نبي يا بنتي انهم يستعدون يتحافظون على الفن ويتحافظون علينا احنا، واحنا الحين بعد على قوة راعي السالفه يا بنتي حريم كبرنا ودجينا، ولو بعد عقب عيننا احنا يا عوده يا مزايد ما حنقضب الفرقه، لكن احنا نبيهم يستهمون بالفن، كل واحد غضب لفرقة قال أنا فن شعبي، أي فن شعبي؟ وين الفن الشعبي؟ يعني اللي دي الإنسان يعرف فن شعبي ويميزه يقولنا هذا مو فن شعبي، واللي ما يعرف من هذا التوالي يقول إيه هذا فن شعبي، هو فن شعبي لا. يما أمينة، بالنسبة للفرقة مالتك تسوون بروفات حق أغانيكم؟ نعم، لنا مثلا عندنا تسجيلي والله بنسوي بروفات 3 ليال 4 ليال، نسوي بروفات في البيت. طيب أنتوا لما تزفون العروس، يعني قبل لا تزفونها شو تسوون؟ اول ما نيي نبتدي يا بنت نيي نطق ينا بنصر الله مع عز كريم، وعقب ما نطق ينا بنصر الله مع عز كريم نقعد نطق نسوي يسمونه الاول لعب. حين لا هل بس هاتم ما ادري ايش لو يسوونه لعب. ينا بنصر الله مع عز كريم اللي صاحبي اللي صاحب العرش العظيم واللي تقلط وسالم يستمير، وهذا يعني على هذا وانا امك، وعقب عاد ما نقدر من هاللعب دش المعرس، دش المعرس طقنا عليك سعيد عليك سعيد عليك سعيد، طقنا عليك سعيد، قعدنا ظلينا لما يدشون اهل المعرس للمعرس يسلمون عليه ويبارشون له، لا باركوا له وطلعوا عاد دزوا العروس، لا دزوا العروس ان شاء الله اول يلونها، عقب اليلوى ندز عليها بالسعاد، عقب ما دخل بها بالسعاد تاي نقعد طقوا يمه على المعرس، نقني على المعرس، نقني على العروس، نقني على فلان وفلانتان الأول، لو ما في هذه لا على فلان وفلانتان وفنون بفنون وقناوي على فلان وفلانتان والسامر، هل دمبك وهالشي هذا ما طلع لنا إلا بالأخير، ولا الأول كله سامر وفنون وعلى فلان وعلى فلانتان وهذا معنا الأول. يما أمينة، ساعات بالفرقة لما تقعدون يعني تطقون يعني الأغاني الشعبية اللي تطقونها دائما بالعرس، ساعات يعني في الفرقة نفسها يعني يغنون أغاني معروفة لمطربين معروفين، فهل هذه هم يعني يعملون حسابها يعملون لها بروفات ولا شيء يعني ويطلبونهم منهم؟ يمكن يعملون لهم بروفات، طبعا لازم يعملون لهم بروفات يا بنتي. طيب
انت طبعا ما حاولت تغني مع فرقه موسيقيه؟ لا لا انا ما ابي موسيقيه بنتي. انا ولا تفكرين ها؟ ولا لا ولا افكر ولا ابي. ابي فني الاصيل اللي من طلع روسنا وحنا عليه. شاهدتوا وسمعتوا سالفه ام نام زايد وحوارها مع مذيعتنا الحبيبه امينه الشراح. فسوالف زمان جميله جدا وحلوه وصادقه، لا ما فيها زيادة ولا نقصان، يتكلمون الواقع والحقيقة. فهذه كانت حياة أهل الكويت وتعاملهم مع بعض. الآن نرجع إلى أبو الفنون الشعبية